السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ معنا فيديو من السنو رانر، بنكتشف فيه الخريطة الجديدة اللي في ولاية أومر الروسية اللي هي نورثرن ايجس انستليشن. طبعا نقدر ندخل هالخريطة هذه من خريطة يورسكا ريفر مثل ما واضح معنا. هذه خريطة يورسكا ريفر، نقدر ندخل خريطة نورثرن من هالنفق الموجود في المنطقة هذه. هذا هو النفق الموجود اللي ياخذنا خريطة نورثن. بننتقل، طبعا هاي خريطة نورثن المواضح معانا فيها 3 تورات. طبعا بنكتشف ال3 تورات، بنكتشف الخريطة بالكامل وبنشوف اذا فيها تطويرات وبنكتشف التطويرات فيها. بننتقل للتور اللي على اليسار، فبنكتشف التور اللي بعيد في البداية. بننتقل الحين وبنكتشف الخريطة بالمرة ونشوف شو الخريطة هذه. طبعا خريطة ثلجية في المواضح، بنكتشف فيها التورات ونشوف شو اللي بيطلعنا في التورات هذه، نشوف كم تطويره وبنكتشف التطويرات مرة واحدة. الظاهر ان الطريق مسدود في المنطقة هذه. خلنا نكمل للتور ونشوف نكتشف فيه الخريطة. هذا التور الاول، نشوف الخريطة، كشفنا المنطقة هذه، نشوف فيها تطويرات شيء؟ لا، ما حصلنا ولا تطويرة في المنطقة هذه. والتور الثاني نصعده من المنطقة هذه لأنه ما له مكان ثاني، ما له طريق ثاني. شوف المنطقة المائية هاي تحت، نصعده من المنطقة هذه.
هذه الخريطة بعد ما اكتشفنا التوأر الثاني. طبعا ما في ولا تطوير لحد الآن، اكتشفنا التوأر الأول والثاني من دون تطوير لحد الآن، وبنتجه للتوأر الثالث والأخير في الخريطة. وصلنا للتوأر الثالث والأخير، هذه خريطة نوثرن بعد ما اكتشفنا التورات الثلاث اللي فيها. طبعا ما طلعتنا ولا تطويرة بعد ما اكتشفنا التورات الثلاث، ظهر ان في تطويرة مخفية في الخريطة هذه. ومثل ما هو واضح ان الخريطة هاي ما فيها جراج، ما طلع لنا جراج في الخريطة هذه للأسف. المهم في تطويرة مخفية في الخريطة هذه، وهذا مكان التطويرة، بننتقل له الحين. مكان التطويرة في المكان هذا. طبعا هذه الخريطة قبل ما نوصل للمنطقة السكنية هذه، عند المنطقة المائية هذه. المهم بننتقل للتطويرة الحين. هاي التطويرة في المنطقة اللي تحت. هاي التطويرة طلعت لنا، حاول نوصل لها. بس هذه التطويرة ومكانها على الخريطة قريب المنطقة المائية اللي تحت هذه. نشوف التطويرة، محرك، نشوف لأي سيارات، للخان، للخان 39، والتيو زد 166، والدون، لأي السيارات اللي واضحة قدامنا. طبعا هذه الخريطة بعد ما اكتشفنا التورات الثلاث، واكتشفنا التطوير المخفية في خريطة نوثرن، وهذا مكانها. مثل ما شفنا ان الخريطة هذه ما فيها جراج للأسف. المهم اتمنى الفيديو يعجبكم، لا تنسونا من اشتراك ولايك ونشر، ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.